ستشارك عبر عدد من المؤسسات الاقتصادية في فعاليات الدورة 33 في معرض الخرطوم الدولي بحضور عارضين من أكثر من 20 دولة. الجناح التونسي الذي نظمه مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع الاتحاد التونسي لصناعة والتجارة مثل فرصة لرجال الأعمال التونسيين لاستكشاف فرص الاستثمار في السودان. في جناح امتد على حوالي 70 مترا مربعا يعرض ممثلو مؤسسات عمومية وشركات خاصة تونسية منتجاتهم، آملين في إبرام شراكات وتسويق منتوجهم في سوق إفريقية تشهد منافسة قوية. 10 شركات، منها من المساحات الخاصة، من السياحة العلاجية، المنتجات الصيدلانية وشبه صيدلانية، المعدات الميكانيكية والكهربائية، هذه تقريبا أهم القطاعات كانت متواجدة في الجناح. عن لقاءات مهمة مع رجال الأعمال السودانيين، منظمها نظيرنا اتحاد أصحاب العمل في السودان، ونترقب تقريبا 100 رجل أعمال باش يجينا اليوم، وعندنا تبادل وتبادل آراء وتبادل فكرات. رجال الأعمال التونسيون المشاركون في هذه التظاهرة اعتبروا المعرض بوابة استثمارية هامة، خاصة مع ارتفاع الطلب في السوق السودانية على ما يقدمه كثير من الشركات التونسية من منتوج وخدمات. دخلنا طور الإنتاج سنة 2013، بالنسبة لنا احنا رانا جينا لنا نبحث على سوق في إفريقيا، وان شاء الله معناها المستقبل، ان شاء الله المستقبل لينا. سجلنا حضورنا في المعرض هذا، المعرض الدولي بالخرطوم، وذلك لفتح افاق جديده في الاستثمار والبحث على استثمارات جديده لتونس، وفتح ابواب جديده للتجاره التونسيه في السوق السودانيه. اما نطلب من السلطات فعلنا الخط الجوي التونسي على تونس الخرطوم، خاطر هو الاكثر، هو الحل الوحيد باش نجم نفعلوا الاتفاقيات هذه الكل، سينو كان يدخلش علينا من شيء ما عملنا. قرار ليس نهائيا، ولكن معناها في طور يعني الدراسة، فما يعني نقاط معينة إذا حلت إن شاء الله سينطلق الخط الجديد بإذن الله. وقد تولى عدد من رجال الأعمال التونسيين في إطار المعرض المنتظم حتى الأول من فيفري توقيع اتفاقيات وعقود للشراكة والاستثمار مع عدد من نظرائهم السودانيين. يمثل معرض الخرطوم الدولي فرصة هامة للشركات التونسية ولرجال الأعمال من أجل البحث عن فرص شراكة جديدة في سوق إفريقية واعدة. ناجح المساوي للتلفزة الوطنية الخرطوم.